إسبانيا تقع في المجموعة الثانية التي تعد أصعب وأقوى مجموعة في البطولة، حيث تضم منتخب البرتغال، المغرب وإيران، وما يجعل الأمر معقدا بشكل أكبر أنها ستواجه كريستيانو رونالدو ورفاقه في المباراة الأولى. لكن لو نظرنا إلى المنتخبات الأربع من حيث جودة الأفراد ومدى انسجام اللاعبين مع المدرب، سنجد أن إسبانيا هي المرشحة الأولى لتصدر المجموعة والحصول على البطاقة الأولى للتأهل إلى دور 16. في ثمون النهائي لن تكون مواجهة إسبانيا صعبة، فهي ستواجه إحدى المنتخبات الأربع من المجموعة الأولى، وهي روسيا والسعودية ومصر والأوروغواي. وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى تواجد إسبانيا في ربع النهائي في حال سارت الأمور دون أي مفاجآت. إسبانيا تعد من أقوى خمس منتخبات في العالم، وهي دائما مرشحة للفوز أمام أي منتخب آخر باستثناء البرازيل وألمانيا وفرنسا وربما حتى الأرجنتين، فتكون الحظوظ متكافئة نسبيا، وظروف المباراة بعد ربع النهائي هي من ستحدد إلى أين سيصل منتخب لاروخا.